وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي والكاتب التركي مصطفى أوزجان. أهلا ومرحبا بك سيد مصطفى. بداية جولة جديدة من المباحثات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية تحصل في أنقرة، كيف تنظر لهذه الجولة التي تأتي في ظروف أكثر صعوبة من سابقتها؟ طبعا تتعاطى تركيا بعض المسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء منطقة الآمنة المزمع إنشاؤها من قبل تركيا. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تشترط بعض الشروط على تركيا، أن تتبقى قوات قصف هناك يعني في المنطقة آمنة إذا وجدت. تركيا طبعا ترفض طلب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. كذا تركيا ترفض أن تمتص منطقة الآمنة حيث إلى 30 كيلومتر يعني ممكن، وهذا ما تعترض عليها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك إشكال بين الطرفين للتغلب على هذا الإشكال. يتم توافق أو إيقاف بعض الوقوف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى تركيا جيمس جيفري، إلى طبعا هيئة عسكرية الجديدة يبحثون الأمور العسكرية وكذا بعض الأمور العالقة بين الطرفين. طيب هل تتوقعون أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ستتفقان على المنطقة الآمنة أم أن هناك نقاط خلاف بين الطرفين؟ نقاط خلاف كبيرة، يعني لا ينتظر يتوقع أن يتغلبان الطرفان هذه الإشكالات القائمة بين الطرفين. إذن تركيا كما وصف من قبل بعض رجال السياسة في تركيا أنهم نفذوا أو استنفذوا صبرهم في هذا المجال، إذن يتوعدون للولايات المتحدة الأمريكية بالمضي قدما في العملية العسكرية المرتقبة خلال أسبوع أو 10 أيام بدءا من أيام عيد الأضحى إلى فيما بعده. إذن هناك تصميم من جانب تركيا طبعا قيام بالعملية العسكرية المرتقبة إلى هذه المنطقة. لا ليس هناك يعني صبر لتركيا لمماطلة. كانت تركيا سابقا تتكلم أستاذ مصطفى عن منطقة آمنة تقودها هي بنفسها، لكنها اليوم تتحدث عن ممر للسلام. ما الفرق بينه وبين المنطقة الآمنة التي كانت تتحدث عنها في السابق؟ طبعا نعم، هناك لغة مزدوجة من قبل تركيا أيضا. لماذا؟ لأن أولوية تركيا أصلا إفراغ هذه المنطقة من تبعية عناصر وحدات حماية الشعب. خطة تركيا على المنطقة ممتدة من شمال العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، ممر إرهابي. تركيا تريد أن تدمر هذا الممر طبعا. وثانيا إيجاد منطقة الآمنة. إيجاد منطقة الآمنة ربما تتطلب نفس طويل والمفاوضات مع جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ربما مفاوضات مع روسيا وغيرها. إذن كأولوية تركيا ستبدأ بعملية عسكرية لتدمير ممر الإرهابي كما وصفت من قبل تركيا. إذن أولوية تركيا تدمير وجود عناصر وحدات حماية الشعب. ثانيا إذا يتيسر طبعا إيجاد منطقة الآمنة. نعم، الصحفي والكاتب التركي السيد مصطفى أوزجان كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.